نحسب ازاي بقى كتلة الجسم؟ يقدر يعني نحسبها، كل واحد يقدر يحسبها بينه وبين نفسه يعني ولا؟ لا، هي في معادلة موجودة اصلا على بتنزل من على الموبايلات الان دلوقتي، والاطباء كلهم يعني حافظين الطريقة بسهولة شديدة جدا. هي مش مطلوب المريض يحسبها لنفسه، يعني الطبيب يحسبها له بسهولة، لكن انا عاوز ابسط المعلومة للناس. هي مش يعني المتر، شيل المتر في الطول والوزن يعني ناقص 5 او زائد 5 مثلا، بالظبط كده. يعني انا عاوز اقول في طريقة اسهل من كتلة الجسم. كتلة الجسم دي الطريقة الدقيقة، يعني في طريقة اسهل، ان انا بشوف طولي وبشوف وزني، والمفروض يعني لو انا مثلا طولي 170 يبقى المفروض وزني في حدود 64-65. لو انا طولي 170 سنتي يبقى 64-65 ده معدل كويس جدا جدا جدا، يعني بنسمح لغاية 70. يعني انا شيل المتر يا ناقص 5 زائد 5 بالظبط يعني. كده وبالتالي ابو 180 سنتي يا اما 75 يا اما 70 مثلا يعني. مثلا يعني ده المعدل، يعني ده دي طريقه اسهل وابسط في جسم الانسان. لكن في حاجه مهمه بقى، اتفضل. واحد ممكن يبقى وزنه 75 وواحد وزنه 70، والوزن 70 ده يبقى اكتر عرضه للامراض. ازاي؟ كسول، ما بيتحركش، ملوش نشاط. لكن ال 75 ده نشط، عشان كده لاحظوا ملاحظة كبيرة جدا. من الدول اللي فيها نسبة سمنة عالية أمريكا والخليج. تمام، يعني عدم الحركة كتير يعني. عدم الحركة كتير. لكن لقوا أن نسبة الأمراض التي تصاحب السمنة في أمريكا أقل من اللي موجودة في الخليج. طب اشمعنى؟ ما هو ده بقى السؤال اللي طرحوه. يعني ده سؤال منطقي وورد على طبعا. لقوا ان هم في امريكا برغم وزنهم الكبير ده لكن كثير الحركه. يا الله. فاذا الحركه بركه. يعني الحركه في الادم ترزق. يعني لازم لازم نعلم الناس المفهوم ده. تحرك. حتى ربنا خلق الكون كله يتحرك، مفيش حاجه ساكنه. مفيش حاجه ساكنه بالظبط. فاحنا بنقول اتحرك، واركن عربيتك بعيد شويه وامشي. يعني امشي. ولابد يوميا تعمل لك معدل ساعة للمشي على الاقل نصف ساعة. لو زادت اكتر يبقى ده احسن. يعني خلينا ساعتك سؤال تاني بخصوص الوزن والطول. يعني لو واحد طوله مثلا 110 كيلو يبقى وزنه 10 كيلو او 5 او 15 كيلو، هل المعدل يعني دي مضطردة يعني؟ لا لا، لو وزنه 100 يعني لو طوله 110 يعني ده قزم. يعني 110 ده قزم. احنا عندنا مثلا 110 ده الاطفال الصغيرين يعني، لكن ده قزم فده مرض يعني. ده حاجه مرضيه. يبقى الطفل يبقى وزنه 10 كيلو مثلا. لا، الاطفال بقى قصه تانية. انا بتكلم على البالغين. على البالغين لكن الاطفال لها يعني الحمد لله في جداول دلوقتي معروفه. عند سن 10 سنين يبقى الطول قد كده، عند سن 12 سنه يبقى الطول قد كده. كل ده معروف، ده هيستهلك الحلقه لو احنا قلناه يعني. طيب. لا، لكن احنا بس بنشير ان احنا كل سن له الطول. لكن انا لما بتكلم المعدلات اللي فاتت على البالغين